صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير والبركه والحب والحب وكل شيء بتتمنوه يتحقق يا رب. بدي اقول صباح الخير يا فرح. صباحك ليا، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، وان شاء الله كل الناس بيكونوا بالف خير صحه وعافيه بهذا اليوم المبارك، يوم مولد النبي محمد عليه الصلاه والسلام. كثير من الفقرات المهمه وفرقه انشاديه مميزه حتكون معنا اليوم ضمن صباحنا. فاصل صغير وبنبدا بصباحنا. أما ليا أولى فقراتنا لليوم رح تكون مع الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، من أفضل الأعمال لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي الذي هو أصل من أصول الإيمان. لنحكي أكثر عن قصة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. معنا الدكتور أحمد سامر القباني، رئيس لجنة الإفتاء في دمشق. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. صباح النور، إن شاء الله كل عام وأنت والوطن وقائد الوطن بألف خير وصحة وعافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بالبداية خلينا نحكي عن قصة ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين. لا شك أنه لحنا لما بيجينا مولود أي واحد بيناتنا بيجي مولود بيفرح كتير، ولأنه بيفرح كتير بنلاقي بيوزع حلوى، بيوزع ممكن يتكرم على هالناس اللي ما عندها شيء، تلاقيه فرحان بيعمل حفلة. هذا إذا كان المولود هو مولود عادي، فكيف بولادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لذلك بنلاقيهم لحنا بالقرآن الكريم سيدنا يحيى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام، وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والآية الثانية، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فالمولد هو شيء جميل، ولادة أي إنسان شيء جميل، وفي ناس بيحتفلوا يمكن كل سنة بعيد ميلادهم، هي عبارة عن فرحة بوجود بمجيئه إلى هذه الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فقالوا له لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال هذا يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، لما نزل عليه الوحي بغار حراء في كان في يوم الاثنين أيضا. وهذه المناسبات العظيمة اللي احنا بالنسبة لنا، إن كان ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ومولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم أيام، أيام الله. فقال سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، عم يقول له لسيدنا موسى ذكر بني إسرائيل يوم نجيناهم من فرعون وجنوده وأنقذناهم من التيه، هذه النعم العظيمة ذكرهم بها. ونحن منشوف دائما أنه لما بيكون عنا فرح بيكون هالفرح بطاعة رب العالمين، بيكون بشيء بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك لما نسمع الله عز وجل يقول في القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فنحن نفرح بولادة هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، كما نفرح بولادة وميلاد بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لسبب هام جدا، وهو أن ولادتهم هي ولادة للخير، ولادة للإنسانية الحقيقية، ولادة للرحمة، ولادة للحب، ولادة للسلام. لما لحنا منشوف بالقرآن الكريم أول سورة فيه نزلت في القرآن الكريم لحنا بنقرأها بالمصحف الشريف بسم الله الرحمن الرحيم، بعد منها الحمد لله مو رب المسلمين العالمين. رب العالمين، رسالة عالمية، رسالة الأنبياء والرسل ما إجوا فقط لأشخاص من أجل قومهم لينشروا السلام بالعالم كلياته، وبالذات الرسالة الإسلامية رسالة عالمية. فيبدأ الحمد لله رب العالمين، وآخر سورة في المصحف الشريف قل أعوذ برب المسلمين، برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ونقرأ في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين، لا رحمة للعالمين. فلذلك نفرح بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ولادته هي ولادة للرحمة، وهو يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة،
فدائما نربط بين ولادة الأنبياء والرسل وبين بعثتهم وتعاليم البعثة التي بعثوا بها. نحن منشوف قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، العرب لا شك أنه كانوا أمة عندهم مكارم أخلاق، عندهم شهامة، عندهم كرم، عندهم مروءة، عندهم نجدة، إذا واحد استنجد فيهم، لكن كمان كان عندهم مساوئ أخلاق، يعني كانوا يأيدون البنات. والمرأة إجا الإسلام ليقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، وليقلنا القرآن الكريم ولهن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف. فإجا حتى يساوي الرجل مع المرأة، بينما كانت تؤد البنت في الجاهلية قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى تؤد؟ تدفن وهي حية، عمرها ساعة بياخدوها من أمها، ما بده بنت، بده صبي، عار البنات. شو الجاهلية؟ هل العار بده يؤد العار تبعه؟ فنزل القرآن الكريم وإذا الموؤودة سئلت يوم القيامة، إذا سألناها ده البنت وقالت أنا بأي ذنب قتلتوني، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالإسلام حرر المرأة من هذا. وبالتالي أيضا لما نحن منشوف أنه كان العرب يعبدون الأصنام، طيب الأصنام عبارة عن حجارة يصنعها الإنسان وينحتها بيديه، لا تضر ولا تنفع. والقرآن حدثنا كل ما يحاورهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا له إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. إذن الموضوع هو موضوع تقليد أعمى وليس موضوع عقلاني، فديننا هو دين العقل. وأول كلمة نزلت بالقرآن كله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ هي مرة ثانية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم. شو القلم؟ كتير مهم لحتى يذكر بأول الآيات نزولا، قال إيه كتير مهم. علم هي مرة ثانية الإنسان ما لم يعلم، اقرأ مرتين، علم مرتين، ويذكر القلم في أول الآيات نزولا، ليدلنا أن هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رسالة العلم، رسالة القراءة. وللأسف اليوم يعني أمة اقرأ لا تقرأ، قليل من الناس اللي عم يقرأوا اليوم. لحنا كتير عم نشوف بمواقع التواصل الاجتماعي متابعات كثيرة جدا، والحقيقة هي فيها الغث وفيها السمين. لكن الشيء المثمر للإنسان أنه يكون في عنده كتاب حقيقة، يصير بينه وبين الكتاب اللي هو ورق مأخوذ من الشجر من الطبيعة، والقلم وقت بيمسكه بإيده بيعلق، بيحط كتاب دائما بغرفة نومه بيقرأ قبل ما ينام ساعة، اللي هي وين ما طلع الإنسان هلأ بشوف الغرب عنده ثقافة القراءة، وين ما راحوا بلاقي أخذين معهم رواية، أخذين معهم قصة، أخذين معهم كتاب يستفيدوا منه. فإحنا هذا ديننا بالأصل، دين العلم ودين القراءة، وهو دين الأخلاق. نحن بنفرح بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب كان عندهم مكارم أخلاق، لكن والله عبادة أصنام، كان أحدهم يصنع صنما من تمر، من التمر، فإذا جاع أكله. شو هالإله يلي أنت عم تصنعه بإيديك وإذا جعت تأكله؟ كان عندهم كذلك وأد البنات، حرب داحس والغبراء 40 سنة مشان ناقة ومشان امرأة راح ضحاياها الآلاف من القتلى. أكيد هو مولد للرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرسول كل ما فيه عظيم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء والرسل أجمعون. ولكن ننظر في القرآن التركيز على الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. وفاء الرسول عظيم وشجاعته عظيمة ورحمته عظيمة، لكن ربنا ذكر عظمته بالخلق، معناتها الأخلاق لها كتير منزلة كبيرة بديننا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ممكن يكون إنسان دائم الصيام في النهار، دائم القيام في الليل، بأخلاقه الحسن وتعامله الحسن مع الناس يبلغ منزلة هذا الإنسان. نعم. هون دكتور يعني بدنا نسألك، عم نحكي نحن عن أخلاق الجاهلية اللي مثل ما عرفنا أنه كان في أخلاق معينة، لكن بالوقت نفسه كان في أخلاق فينا نقول كتير سيئة، أو هي ما فينا نقول عنها أخلاق، هي عادات متوارثة. صح. عن الأجداد وصارت بحكم العادة عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بصفاته الحسنة وبمكارم الأخلاق، خلينا نعرف أبرز هي الصفات واللي كمان حاول نشرها لجميع بلاد العالم مثل ما بنقول. الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن في اصطلاح بالقرآن الكريم، القرآن الكريم المشركين عبدة الأصنام، يعني كانوا يشركون مع الله هذه الأصنام على دعوة
سمعوا من آبائهم أنها سوف تقربهم إلى الله، هالأصنام وهالنحفة. الرسول بعث في أمة وثنية تعبد الأصنام، وهذه الأمة عذبت أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت أصحابه ببداية الدعوة. وكل شيء لما بيجي إنسان بشيء عقلاني جديد أكيد بده يتحارب من قبل من حوله. وكانوا يجوا الصحابة لعند الرسول صلى الله عليه وسلم، مو الله هو خالق الكون؟ والآية بالقرآن إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فالله قادر على إهلاك المشركين ويخلص من هالشغلة وبلا هالعذاب لأصحابه. سيدنا عمر بن ياسر عذب حتى رجع عن إيمانه، وقتلوا له أبوه سيدنا ياسر وأمه سيدتنا سمية. سيدنا بلال الحبشي عذب تحت الشمس. وكل ذلك يأتي الصحابي يستنجدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ خلاص أنت دعاءك مستجاب، بدعي لنا دعوة خلينا نخلص من الشغلة. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. حتى اللي عذبوا له قتلوا له أصحابه ما رضي، ليش؟ لأنه أهل وطنه. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بعد نظر، ففي مكارم الأخلاق الإنسان من أهم الأشياء يكون وفي لوطنه وأهل وطنه ولو اختلف معهم بالرأي. فهني اختلف معهم بالعقيدة وبالرأي ومع ذلك ما رضي عليهم. شوفي لما دارت الأيام ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة منتصر، مو هيك؟ وفتح أخذنا اسمه فتح مكة، ونزلت فيه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حافظين كلياتنا، ما تظنون يا أهل مكة أني فاعل بكم؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هدول قتلوا لك أصحابك، يطالعوك من بلدك وكنت برا أنت، وقلبوا عليك القبائل وغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وراحوا حاصروك وقتلوا، قديش قتلوا العشرات من أصحابك. قلوا اذهبوا فأنتم، بس على ليه حاسبهم؟ لا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، خلينا نتابع الحديث بمسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحكي كمان عن أبرز المعجزات اللي طبعا كانت هي منارة للعالم كله. طبعا كل نبي كان في له معجزة بالبداية. نعم. والمعجزة بيعرفوها أنه هي أمر خارق للعادة. يعني عادة هذا الشيء لا يحصل، مثل سيدنا موسى عليه السلام انشقاق البحر. نعم. لما ضرب بعصا البحر فانفلق. نعم. وصار طريق يابسة فمرأ هو وقومه، بعدين رجع البحر وأغرق فرعون ومن معه. سيدنا عيسى عليه السلام خبرنا القرآن الكريم أنه كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأكمة ويبرئ الأبراص، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، بيعمل بإيده هيك شغلة سيدنا عيسى، بينفخ فيها بصير طير حقيقي. فالإحياء والإماتة سبحان الله هذا من 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 الأمور الخاصة بالله سبحانه وتعالى، لكن ربنا أعطاها للأنبياء لحتى يآمن قوم فيهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثته أعظم معجزة له خالدة على مر التاريخ هي القرآن الكريم. القرآن الكريم تحدى كل العرب في زمن الفصاحة والبلاغة. هلأ يمكن فشل لحن بين الناس، اللحن اللي هو عدم إقامة الألسن على وفق اللغة العربية الفصيحة، وصار تداخلت اللغات، واحد بيناتنا هلأ بجوز يحكي كلمتين عربي وكلمة إنجليزي، كلمتين عربي وكلمة فرنسي وهكذا. لكن بزمان الفصاحة والبلاغة فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، هاتوا مما بدكم بس جيبوا صورة مثل القرآن. لحنا صرنا هلأ 1444، كل عام وأنتم بخير. الهجرة ودعناها ذكرى الهجرة من فترة بسيطة، لهلأ ما حدا حسن يألف صورة من صور القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم المعجز اليوم اللي احنا عم نشوف بكل زمان في له تفسير، وعم يطلع معنا شغلات جديدة. واليوم احنا عنا مثلا بوزارة الأوقاف التفسير الجامع، هذا التفسير الجامع عم يقوم فيه السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد، تفسير للقرآن الكريم على وفق المعاصرة، على وفق ما يحتاجه الناس اليوم من المعاني، لأن القرآن الكريم هو لكل زمان ولكل مكان. نعم. فلما احنا نشوف القرآن الكريم، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. شلون؟ ما كان في لا طيران لا صواريخ،
شلون شو اللي عرفه للرسول صلى الله عليه وسلم انه كل ما ارتقى الانسان في السماء بضيق نفسه وبيقل نسبة الاكسجين كانما يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذا دليل انه معجزة إلهية. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. شو اللي عرفه للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه معجزة إلهية، هذا علم الله وهذا كلام الله. الان اكتشفوا انه بين كل بحر وبحر في مضيق، المضيق المياه تبعه ليست من هذا البحر وليست من هذا البحر، بتحليل عناصرها الكائنات المائية الموجودة فيها ليست من هذا البحر وليست من هذا البحر، بينهما برزخ لا يبغيان. ماء هذا البحر وكائناته مختلفة عن هذا البحر وكائناته، بلونها بارتفاعها بشكلها. سبحان الله، هذا الإعجاز القرآني هو أهم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه، كان مع الصحابة في مكان ما في ماء، في شوية ماء، فوضع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يده فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة، انشق له القمر وأرى مشركي قريش تحدوه أنه أنت مو عم تقول نبي، خلي القمر ينشق. فأراهم رسول الله القمر منشقا بين جبلين، قسم منه هون وقسم منه هون. فهذه المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل كثيرة جدا. إحنا اليوم الحقيقة بهذا العصر الحديث ما أحوجنا إلى شمائل وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نتمثلها. السيد الرئيس الله يحفظه له كلام كتير حلو باجتماعه كان بالدعاة، وقال لهم أنه إحنا اليوم الكلام كتير، لكن أنا لما بتبع سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حدا يفسره تفسير خاطئ. أما كلام الرسول ممكن أنا فسره تفسير وأنت بتفسير وأنت بتفسير، قالك أنا هيك فهمته، بس لما بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم أنا عم يعطي المرأة حقوقها، ما بحسن بسلوكه اليومي، ما بحسن إلا أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بيقول للسيدة عائشة بيكون مع أصحابه، بيكون مع الناس بسفر للجيش تقدموا، فيتقدم الجيش إلا تعالي أسابقك. اليوم اللي احنا فقدنا هالرومانسية، مين عم يتسابق هو ومرته اليوم؟ قاعدين حتى إذا طلعوا سيران هو ومرته، بمسك الجوال هي بتمسك الجوال، هي الحقيقة. تعالي أسابقك، إيه نعم، فتقول سابقت رسول الله فسبقته، كانت نحيفة هيك ورشيقة، فسكت عني حتى حملت اللحمة وكنا في سفر، فقال للناس تقدموا، قال تعالي أسابقك، قال فسابقني فسبقني، فضحك الرسول، قال هذه بتلك، واحدة بواحدة. هذا الفعل للرسول بالمؤانسة بينه وبين زوجته. بحسن فسر تفسير تاني، ما له غير تفسير واحد، أنه إحنا المفروض نكون مع زوجاتنا وأهل بيتنا وببيتنا، إحنا مع أولادنا نكون ناس بسطاء، نكون ناس إحنا نلعب معهم، ناخذ ونعطي معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له إني لأعلم إن كنت راضية عني أو كنت علي غضبة. أنت بتكوني رايقة مني، وهذا رسول عم يقول لمرته هيك، وأنت بتكوني زعلانة مني. قالت كيف ذلك؟ قال إن كنت راضية لما تقسمين، إن كنت راضية تقولين لا وربي محمد، وإن كنت غضبة علي تقولين لا وربي إبراهيم، ما بتعود تذكر اسمه. فتبسمت قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله. قالت والله أنت بقلبي، صح ما طلع اسمك على لساني بس والله أنت بقلبي. طيب اليوم عم يقول لزوجته بعرفك أنت بتكوني مروقة وأنت بتكوني مالك مروقة. هذا كلام دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفتان، صفة البشرية يعني نحن بالنسبة لنا تعتبر قدوة وسلوك بالحياة اليومية، وفي صفة ثانية صفة الرسالة يلي بلغنا إياها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك العظيم الذي يعني نراه مطبقا على أرض الواقع، ما بيبقى لنا بقى عذر، لحنا ما بيبقى لنا عذر أنه لحنا والله هذا موضوع مثالي، جمهورية أفلاطون ما رح نحسن نتبعه. لا، هذا سلوك قابل للاتباع وقابل للاقتداء. أنا بدي أقول بس شغلة، أنه لحنا اليوم نفرح أولادنا ونفرح زوجاتنا، هلا بيقولوا لي الناس دفعتنا مصاري، إيه معلش، خلينا عايد الناس اليوم زوجاتنا وأولادنا اليوم بعيدية أو نجيب لهم هدية اليوم بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر اللي احنا بنقول للناس دائما أكثروا فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها جبر للإنسان المكسور، فيها قضاء لحوائجه،
فيها تفريج لهمومه، فيها قضاء لدينه إذا عليه واحد دين، يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقضى ديونه وتفرج همومه وتحل كل أموره، كل أموره المعضلة بتنحل إن شاء الله. إن شاء الله. والأمر الثالث إنه نحن نقرأ أكثر شمائل الرسول وأخلاقه لحتى نتمثلها. هذا الشرع وهذا الدين ما إجا مشان يكون محطوط بس بالقرآن وفي كتب الحديث الشريف، بس مشان نطبقه لحنا، يكون في عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على اقتفاء الأخلاق الفاضلة يلي هو إجا فيها، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. يعني دكتور نحن كثير بدنا نشكرك وبدنا نقول لك ينعاد عليك وعائلتك بألف خير يا رب، وعلى سوريا عائلاتكم. شكرا كثير ان شاء الله لألك. وعلى الوطن وقائد الوطن وكل اخواننا وكل هالناس اكيد يسلم. شكرا كثير لك، واكيد من جد بنقول كل عام وانت بألف خير يا رب، وان شاء الله يكون هذا الشهر شهر فرج على جميع الناس وجميع ان شاء الله باذن الله. شكرا لك دكتور. اما هلا ليا خلينا ننتقل ونشوف كيف كانت اجواء الاحتفال باجواء باحياء دمشق، نتابع التقرير التالي. هكذا احتفلت روضات ومدارس صحنايا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، حيث أحيت فرقة أنس الخراط الاحتفال بمجموعة من الأناشيد الدينية والأنشطة التفاعلية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. هي فرحة من الفرحات يلي بنبدعها نحن مع الأطفال لحتى يكون في هذا التعاون والمحبة المزروعة بين كل الاحتفالات. هي مانو احتفال ولا عبادة، هي من نوع من أنواع السعادة يلي بترسم الضحكة للطفل بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. عملنا شوية أنشطة مع الأطفال من كعبة وحمام والغار، وشان نعرفهم هاي الطقوس وهي المبادئ اللي ربوا علينا أهلينا وأجدادنا. كانت فرحة الأطفال كتير جميلة جميلة، واجت الفرقة تبع أنس الخراط كمان كتير يشكروا، كتير عملوا لنا رقصات كتير محببة للأطفال، ومعن هني بالأصل أطفال رقصوا الملوية الحلوة، وكان الجو كله فرح وسعادة، وإن شاء الله يا رب كل عام وهن بخير وتنعاد على الجميع بالصحة والسلامة. وبهذه الأجواء التي يعمها الفرح والسرور احتفل هؤلاء الطلبة بعيد المولد النبوي الشريف بتفاعلهم مع الأناشيد والدوران المولوية. ندخل الفرح والسعادة لقلوب طلابنا الأطفال بعد الضغط اللي عاشوه الفترات الماضية، فمتمنى أنه نكون نحن نقدم لهم نوع من السعادة والفرح لقلوبهم بهاي المناسبة اللي بتتزامن مع ذكرى حرب تشرين التحريرية اللي قاد قائد المؤسس حافظ الأسد، وإن شاء الله أنه نحن نكون بمدارسنا جند أوفياء لقائدنا بشار الأسد في حمل الرسالة وإيصال هذا الجيل إلى البر الأمان والمكان المنشود. أما هؤلاء الطلبة أحيوا المناسبة على طريقتهم بتقديم الأناشيد التي تدربوا عليها. حبينا هيك نعمل هاي الفقرة السريعة إنه لنشارك بهيدا المناسبة الكتير حلوة ومهمة، وطبعا نحن عم نشكل هلأ أوركسترا من أطفال المدرسة عم بيتم تدريبهم بأوقات معينة، إن شاء الله بكرة هيك لقدام تسمعون أخبار حلوة. تنوعت الأناشيد وتوحدت الحناجر التي صدحت بكلمات تحيي قدسية المناسبة كعادة أصيلة توحد قلوب السوريين على المحبة والإيمان.
متابعينا يا فرح بصباحنا، واكيد ما بيمروا عيد المولد النبوي بدون الانشاد الديني يلي دمشق دائما اشتهرت بفرقتها، الفرقه الانشاديه يلي دائما بتعطي الطعم والروحانيه الغير لجميع الاعياد وخاصه بعيد المولد النبوي. اليوم بيصرنا نرحب بفرقه الفيض الالهي للانشاد الديني للاستماع وللتحدث اكثر عن الانشاد الديني وخاصه بعيد المولد النبوي. صرنا نرحب بالسيد محمد الفاتح، اهلا وسهلا فيك وكل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله. وايضا السيد محمد وفاء، اهلا وسهلا فيك، صباح الخير. طبعا حضرتكم رؤساء فرقه الفيض الالهي وايضا مالك دياب على الايقاع، اهلا وسهلا فيكم وكل عام انتم بخير. وانتم بخير ان شاء الله. صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير يا رب. تفاصيل كثيره رح نحكيها اليوم عن تاريخ الانشاد الديني والمعاني ومراحل خلينا نقول التطور لحتى وصلنا لهي المرحله، لكن بالبدايه بدنا نبدا ونفتح صباحنا مع انشوده من اختياركم، تفضل. ان شاء الله. ربيع السرور انا ربيع السرور أنار السبيل وأدى لنا كأسه سلسبيلا وأدى لنا كأسه سبيلا بمولد خير الأنام الذي له الله كان وليا كفيلا له كفيلا ترى يا إلهي نزور الحما وأبرئ منها فؤادا عليلا وأن قد بدا وأنظر وادي قبا قد بدا لعيني وأشهد ذاك النخيل نبي الهدى محياً للردى ومجلي الصدى وهو مهدي السبيل وألثوم ذاك ضريح الذي تضم أنام الرسول إلهي بمن قد أتى للورى بدين وعلم ينير العقول بدين وعلم ينير العقول أن الما شفاعته واهدنا وهبنا تقى وأن الما الوصول وهبنا
هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي من وصفه بالكتب أحمد زكي النسبي من وصفه بالكتب بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي صلى الله عليه وسلم. شكرا كثير لكم. يعني بالبداية أستاذ إذا حدا منكم بحب ما بعرف مع مين بلش مع الأستاذ تفضل. كيف فينا نحن هيك نحكي شوي عن تاريخ ونشأة الإنشاد الديني وارتباطه بالأعياد؟ هلا نحن أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للإنشاد الديني هو مرتبط كل الارتباط بالشعر. الشعر قديم جدا وكانوا الشعراء يتنافسون بالشعر وكذا، لكن عندما جعل الشعر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح أفضل الشعر الذي يخص حضرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمن وقت ما نشأنا من صغرنا يعني نشأنا في مجالس الذكر ومجالس صلاة على النبي، نرى فيه المنشدين يعني يتنافسون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويتنغمون بأنغام المقامات الموسيقية التي تخص ضمن مجال الإنشاد الديني يعني والشعر. ويعني الإنشاد قديم جدا جدا يعني مئات السنين، ومثل ما قلنا نشأنا لحنا في الشام وجدنا أنه في فرق إنشادية كانت تقتصر على الإنشاد الحر بدون عازف إيقاع أو شيء، وكان الشغل فالت نوعا ما. ثم أتى العلم من بعد منه علم الإيقاع وعلم الضوابط والمترونوم وكذا، دخل بقى الجمال، جمال الإيقاع وجمال النغمة وجمال العلم على الإنشاد الديني، فأصبح الإنشاد سائد في بلدنا وبأكثر البلدان يعني فيها الإنشاد الديني موجود فيها يعني. لكن عنا يمتاز الإنشاد والله أعلم طبعا بإخلاص المنشدين، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيجعلنا من المخلصين إن شاء الله. خلينا كمان نعرف من حضرتك أستاذ عن أنواع الإنشاد الديني. أستاذ محمد كسول متحدث الدائم ولين. هلا الإنشاد الديني نوعية يعني المقامات ولا نوعية الموشحات ولا كذا؟ الموشحات نعم. هلا الموشحات فيها موشحات أندلسية غزلية، في موشحات طبعا بالدرجة الأولى اللي حنقول الابتهالات، موشحات التي تخص الذات الإلهية، في موشحات تخص الذات المحمدية صلى الله عليه وسلم مديح يعني، في موشحات غزلية أندلسية، يعني فيها عدة أشكال. والموشح يكون مندرج على سكة معينة على ميزور معين وكذا، في طقطوقة تجي صغيرة يعني ما بيسموها بتحرك الجو يعني. فالإنشاد حسب الشعر الموجود بيندرج بقى تحت مسمى الابتهال الإلهي، الموشح الديني، الطقطقة السريعة، أشغال القوم السادة الصوفية التي يذكر فيها الصالحين يعني وكذا. فهي أنواع الإنشاد الديني نوعا ما. تمام. يعني كمان اليوم خلينا هيك نحكي عن ارتباط الإنشاد الديني مع الأعياد وتقريب يمكن الدعاء يعني من الناس خلال فترة الأعياد. نعم. قديش اليوم الإنشاد الديني هيك مرتبط بالناس وبيعطي هيك روح حلوة؟ والله هو الإنشاد غذاء للروح يعني، وكل شيء كل مناسبة
تندرج تحت مسمى ديني. يعني إذا كان فيها قراءة قرآن، كان فيها مديح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله، إذا كان فيها إطعام الطعام، إن كان فيها، هي كلها من الأشياء الجميلة اللي يعني تعطر المجلس، تعطر المناسبة، ويكون فيها خير كثير إن شاء الله. يعني مثل ما تفضل الدكتور، إنه الدكتور أحمد الله يحفظه ويبارك فيه، إنه موضوع بيجي مثلا مولود بيعمل له مولد، بيفتح عمل شركة كذا، بيشتري سيارة بيعمل مولد، فيعني بحس إنه هذا الشيء يطهر الشيء اللي بده يساويه، يعني بيعطره أو مو يطهره، يعطره يعني. إيه إن شاء الله تعالى. والمناسبات الدينية بفضل الله سبحانه وتعالى كثيرة، لكن أعطرها هي المولد النبوي، لأنه هو عيد الأعياد كلها، هي ذكرى، لولاها لم يكن لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا أي عيد. يعني حابين نسمع كمان من الأناشيد الدينية من اختيار حضرتكم. راحت راحت الأطيار تشذو بليالي المولد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد. الله الله بليالي المولد، مولد الهادي سلاما أنت لي أجيال عيد، نورك العلي تسامى من حمال بيت المجيد، مولدا هادي سلاما، مولدا هادي سلاما، أنت للأجيال عيد، نورك العلي تسامى من حمى البيت المجيد، مولدا هادي سلامة أنت للأجيال عيد، نورك العلي تسامى من حمال بيت المجيد، وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد، بليالي المولد عندما شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين، وازدهت بين العباد، وازدهت بين العباد، وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين، وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين، طلعة الهادي الأمين، مولد الهادي
جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وبريق النور يبدو من معاني أحمد بليالي المولد بليالي المولد. شكرا كثير لكم. خلينا قبل ما نختم مع حضرتكم نحكي عن فرقة الفيض الإلهي للإنشاد الديني، إما تتأسست والمشاركات، وكان لكم أكيد مشاركات دينية عديدة، هل هناك كمان مشاركات خارج سوريا؟ كيف بتسوقوا لحالكم كمان عبر السوشيال ميديا بالمناسبات؟ خلينا نحكي إن شاء الله. هلا نحن مثل ما ذكرت لك، نحن بفضل الله نشأنا في مجالس الصلاة على النبي ومجالس الذكر من وقت ما كان يعني عمرنا 5 سنوات و6 سنوات، فنشأنا بهي المجالس وكنا نراقب المنشدين الكبار شلون كانوا يشتغلوا، شلون كانوا ينجدوا، شلون كانوا يمدحوا. منهم يلي يعني يتميز بصوته، ممكن منهم من يتميز بروحه، ممكن يتميز بحضوره. فلحنا كنا نغب من هون ومن هون نتعلم شلون يأدوا وكذا. طبعا سيدنا الوالد والدنا هو من مشايخ الطريقة الشاذلية، فلحنا نشأنا عنده وتعلمنا عنده. طبعا المنشد بدون قرآن ما بيكون في عنده مخارج صحيحة، ما عنده لفظ صحيح، المفروض انه يتعلم القرآن مخارج الحروف وينشأ على هذه النشأة. لكن ما يعمل فرقة ويطلع إلا من بعد ما يتعلم. يعني نحن على مدار 20 عام تقريبا أو أكثر شوي، ونحن نحضر المجالس ونتعلم، نحضر المجالس ونتعلم، إلى أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا أنه ننشئ هذه الفرقة من يعني من 6 سنوات تقريبا أو 5 سنوات. هلا الفرقة وقت أنشأناها نحن على اتفاق طبعا وبالإذن من مشايخنا، من شيخنا طبعا، أنه نحن في إذن نساوي الفرقة، قال تفضل، لكن مع المحافظة والضوابط وكذا. والله سبحانه وتعالى هيئ لنا كبار الأساتذة اتابعنا. طب خلينا هيك نحكي عن أعضاء الفرقة أيضا. هي الفرقة فيها إيقاع وفيها غناء وفيها كورال، وشو الآلات المرافقة؟ شو هي الأصوات يلي أنتوا ممكن تقبلوها بالفرقة أو ما تقبلوها؟ مين الأشخاص يلي بيمتلكوا يمكن نوع محدد من الأصوات؟ نعم، هلا أعضاء الفرقة كلهم نشأوا في مجلس الصلاة على النبي عند الوالد، كلياتهم مريدين وطلاب علم عند الوالد. طبعا ما يعني هلا في ناس مثلا دخلت علينا جديده، ممكن انه من جديد التزموا عند سيدنا الوالد وكذا، لكن هي بشكل عام المنشد اذا تحقق عنده شروط سلامه النطق، المخارج الحروف، عدم يعني النشاز، احنا بنسميه نشاز، انه ماشي على السكه الصح، فهذا يعتبر مقبول باي فرقه، مو بس بفرقه الفيض الالهي. يعني بياخذوه بيساعدهم بالكورال بالجماعي وكذا. هلا الفرقه تتالف من كورال وايقاع ورئيس فرقه او اثنين او ثلاثه حسب ما، يعني في فرق مثلا شخصين، في فرق ثلاثه، في فرق اربعه. المهم هدول الانسجام هذا بيكون بين الكورال ورئيس الفرقه لا ياتي الا عن طريق التدريب، البروفات. فهي البروفات بتقوي رئيس الفرقه وبتقوي الكورال اللي معه. طبعا ترافق هذه الفرقه، تجمل هذه الفرقه اساتذه الايقاع، وقت بيكونوا عرفانين شو عم يعزفوا وشو عم يدقوا. طبعا نحن بمجالس الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ندخل الا الدف والرق، واذا كان مثلا لزم الكاتم اللي هو عباره عن دف دائري على قواعد نستعمله. بالحفلات الأكبر ممكن نستعين مثلاً إذا كان فلا أو شيء، نستعين بالجهاز الرتميك بيعطي دوم وتك مثله مثل الدف. أما آلات غير هيك ما مندخل، لا أبداً، إنه موسيقية أو كذا لا، نحن ضمن ضوابط يعني هي. ودائماً نحن نأخذ الموشح من أصله ونشتغل عليه، إذا لم نجد له يعني مين قاله من الأصل ولقيناه بقى متواتر عند المنشدين
ناخذه ومنشوف اذا كان في اي اخطاء بنصححها مع كبار الاساتذه وكذا ومنأديه بطريقه سليمه باذن الله تعالى. كثير حلو. بالختام حابين نختم كمان بانشوده من حضرتك ان شاء الله. في يوم مولده المديح سعادة ذكرى تضيء وللقلوب دواء مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره. أبان مولده عن طيب عنصره. يا طيب مبتدأ من هو مختتم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته. ومن تكن برسول الله نصرته. إن تلقاه الأسد في أجامها تجيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لكم فرقه الفيض الالهي للانشاد الديني شرفتونا وان شاء الله بنعاد عليكم بالخير. بخير ان شاء الله بنعاد على الامه الاسلاميه ان شاء الله بالف خير وبلادنا. بنعاد عليكم يا رب وعلى كل اعضاء الفرقه لو ما كانوا معنا بس اكيد حضرتكم بتمثلوا. شكرا كثير لكم وكل التوفيق. الله يكرمك. شكرا. طبعاً أكيد فرح أجواء شوارع دمشق بعيد المولد النبوي. خلينا نتابع سوا. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم وعيد مولد نبوي مبارك. ان شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالصحه والعافيه يا رب. احكي لنا شوي عن التحضيرات اليوم لعيد المولد النبي الكريم. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. هلا مثل ما بتعرفي سوق الميدان له خصوصيته له عجقته فكل الاعياد لها رونق ثاني بهذا السوق. ففضل رب العالمين نعاد عليكم بالصحه والعافيه. عيد المولد النبوي له خصوصيته له زينته له بهجته له عجقته. بتحسي ببهجة عيد المولد النبوي اللهم صل على النبي من عجقة الناس فرحة الناس بياعين الملبس بياعين السكاكر بياعين المحلاية بياعين الحلو هالشغلات هي كل واحد بيقول لك بيشتري شغلة بيقول هي على روح النبي هي كذا هي يعني هي الألفة هي المحبة هالعجقة هالفلكلور هاد بتحسي بسوريا بدمشق بسوق الميدان هي بهجة يعني نحن السوريين نتباهى فيها والله. كل عام وانت بخير. اليوم عم جاهز لعيد المولد النبوي الشريف. كل عام وانت بخير. ثلاثة ألف خير يا رب. كيف تحضيرات لعيد المولد النبوي؟ تحضيرات حلوة إن شاء الله. صرنا يومين عم نجهز ونزين لعيد مولد النبي الشريف ونظبط الحلويات نركز الحلويات كان نظبطه ونجهزه. وانت بخير إن شاء الله.
تحكي لنا عن التحضيرات لعيد المولد النبوي. هلا احنا قبل 3 ايام بنحضر عيد المولد النبوي، بنساوي السكاكر، بنساوي الملبس، ومنزين ومنركز الامور. قبل 3 ايام بنجهز ومنزين هون الشوارع، وان شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم. كل عام وانتم بخير. يبقى الخير ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم الصحه والسلامه. كيف التحضيرات لعيد المولد الكريم؟ والله تمام، نازلين نسوى ملبس، بتعرفي انت حليب، نساوي محلاي رز بحليب. وبختام حلقتنا لأكيد رح نحكي عن الخط العربي اللي تطور عبر الزمن لحتى يزيد من الجاذبية، هو طبعا عنوان الحضارة والتقدم بكل مناحي الحياة. وبمناسبة المولد النبوي الكريم رح يوم بطاقات معايدة عديدة بخطوط وعبارات مميزة رح نكتبها سوا مع الأستاذ أدهم فادي الجعفري مدرس مادة الخط في معاهد دمشق. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. كل عام وانت بخير يا رب. كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. بالبداية يعني دائما بطاقات التهنئة بعيد المولد النبوي بتكون مزينة بالخط العربي. خلينا نحكي هيك عن يمكن أبرز أنواع الخطوط يلي تناسب عيد المولد النبوي. أول شيء صباح الخير جميعا. صباح الخيرات وأنتم بخير إن شاء الله. بالنسبة للمعايدات في عيد المولد النبوي، الآن كانت في عبارة عن بطاقات مطبوعة، الآن صارت عبارة عن بوستات، يعني إن كان تتناقل عن طريق الفيسبوك أو الواتساب. هذه المعايدات يعني تنتشر بين الناس، وكل ما كانت أجمل، أول شيء انتقاء العبارة فيها، عبارتها مهمة تكون إنه يعني عبارة جميلة في المعايدة، هي حديث شريف، هي آية قرآنية مثلا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم، على النبي اللهم صل عليه، وممكن كمان اسم النبي اللهم صل عليه مع مدح له أيضا، وتكون مزينة بالخطوط، يعني إما مثلا خط ثلث أو خط الديواني أو خط الديواني الجلي، يعني خطوط فيها حركة، فيها جمالية تكون في هذه العبارات. خلينا نتعرف من حضرتك أستاذ على أبرز الخطوط، يمكن أكثر الخطوط اللي حضرتك بتحب تكتب فيها عبارات التهنئة كوضوح، لأنه فيها عبارات مثلا أو أنواع من الخطوط بيكون فيها زينة يعني لازم ندقق فيها كثير حتى نقرأ العبارة، فخلينا نعرف اليوم أبرز الخطوط اللي بتحب حضرتك تكتب فيها العبارات. كل عبارة وكل مناسبة إلى يعني خطة اللي يعني وظيفته بتأديها، يعني مثلا ممكن كلمة محمد صلى الله عليه وسلم بخط الثلث تجي تمام، ومثلا حولها تكون كتابة بخط آخر. رح ناخذ مثال نحن نكون عملي بهذا الشكل. نعم. هلا هون عندنا كلمة المحمدية بخط الثلث، وأيضا من يعني لطائف الخط إنه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى تكوين خاص في خط الثلث، إلى تكوين ودراسة خاصة ككتلة، الميم مع الحاء ونزول الميم ثم الدال بهذا الشكل. نعم. وأيضا ترافق الخطوط الزخارف. فهون الـ بخط الثلث المحمدية يعني هي مميزة جدا، وأيضا لاحظوا أنه تناسب الدائرة، يعني فيها جمالية عالية. الآن سنتكلم عن شيء آخر جميل الخطاطين دائما بيتبعوه، وهو الحلية الشريفة. يعني نحن دائما اذا كان بنحب انسان فممكن نحن نعلق صورته، ما هيك مزبوط؟ فهي صوره النبي اللهم صل عليه كوصف، يعني وصف سيدنا علي للنبي اللهم صل عليه، تعرف عليها الخطاطين في كتابه الحليه الشريفه، هي اسمها الحليه الشريفه، فيها بتكون بهذا الشكل. يعني بدا فيها الخطاط الحافظ عثمان قبل حوالي 400 سنه، والخطاطين اتبعوا على هي على هذا المنهج ويكتبون الحليات بشكل كبير. الآن هي هون عنا بالدائرة وصف النبي الخلقي، شكل النبي اللهم صل عليه. كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بقصير متردد، كان ربعة من القوم من القول عفوا ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطاط ولا بالصبط. صفة النبي اللهم صل عليه، وصفه الشكل يعني. وبعدين الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني النبي اللهم صل عليه اجى
رحمة مو بس للبشر، لكل الكائنات. نعم. والقسم الآخر بيكون وصفه الخلقي، أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم معركة وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه ومن خلطه معرفة أحبهم. يقول ناعته سيدنا علي: لم أرى قبله ولا بعده مثله. فهي الحلية أيضا تكون بأحجام مختلفة، في حليات تكون ضخمة يعني مثلا ارتفاع مترين تقريبا، في حليات تكون صغيرة بهالحجم أو أكبر شوي، فحسب المكان المناسب تعلق. ولها تطور الآن في هذا العصر أيضا، نفس النص نفسه لكن يتطور. فهذا نوع ايضا من انواع هذا التطور استاذ بالخطوط. ممكن عالم تعترض عليه تلاعب بهويه الخط العربي بانواع الخط طبعا. او ممكن الناس تتقبله وتلاقي فيه شيء جميل من التجديد. كيف تتعاملوا مع التجديد؟ نحن بالنسبه للتجديد طبعا باي علم من العلوم التجديد لازم يكون للافضل. كل يعني متطفل على هذا العلم ويطور الى الاقل هذا غير مقبول، والخط نفس الشيء. فبالخط التطور الايجابي يعني محبب لكل الناس وبيفهموا كل الناس، خاصة اللي عندهم ثقافة فنية عندهم ثقافة لغوية بيفهموا هذا التطور. أما التطور إلى الوراء هذا غير مقبول، حتى الناس يعني بينتقدوه. تمام. أما التطور للأجمل كل الناس بتحبه وبتقول والله شيء جديد شيء جميل يعني. نعم. والخط دائما يعني الخط عنصر حي دائما يتطور، يعني يواكب الحضارة يواكب كل التطورات ويرتقي. والآن يعني نحن في حالة ارتقاء بالنسبة للخط. أيضا نتكلم عن شيء آخر جميل وهو استخدام الأحاديث الشريفة في اللوحات، يعني التنويه إلى كتابة حديث معين بخط. مثلا هون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخط الثلث وتحت منا النص بخط النسخ. فينا نرفق اوكي خلص تمام. نعم. لا تمام 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 اوكي. نعم. ف دائما يعني حتى يعني الاضاءه على المعاني الاحاديث الشريفه من خلال اللوحات، يعني انا بدي اوصل مثلا هذا الحديث لناس كثير، فممكن اكتبه بخط جميل، ممكن اكتبه بعباره هيك لطيفه مع يعني اخراج جميل للزخارف للاطارات بهذا الشكل. ايضا هون كمان حديث آخر مكتوب بطريقة جميلة. تمام. أيضا يعني الأحاديث بهذا الشكل ممكن تكون في كلوحات معلقة أو تكون يعني ككتاب مثل هون، يعني مثلا كمتتابعة كتسمى درج. شو أنواع الخطوط اللي بفضلها الناس أكثر وبيطلبوها من حضرتك أكثر؟ هلا بالنسبه للخطوط، نحن الخطوط اللي مشهوره الان المشهوره سبعه، في غيرها لكن المشهوره سبعه. خط الرقعه هو خط الكتابه اليوميه، خط الديواني، خط الديواني الجلي. الديواني خط لين وواضح. نعم لين واضح. طبعا الخطوط كلها فيها وضوح، لكن بعضها يقدم الجماليه على الوضوح فبيكون فيها بعض التداخل. ديواني، ديواني جلي، خط التعليق الفارسي، خط النسخ وهو اشهر الخطوط. حتى يعني خطوط الكمبيوتر الان الكتب من خط النسخ. نعم. خط الثلث هو الخط الجليل اللي فيه تداخل وفي بهذا الشكل، وخط الكوفي هو الخط الهندسي. وكل الخطوط مستخدمه يعني باللوحات، كل الخطوط مستخدمه. ايضا عندنا هنا لوحه جميله، طبعا هذا خط الثلث. وايضا تحت ان ملت يا ريح الصبا يوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحتام. يعني أيضا اللوحات فيها يعني خطاب للنبي اللهم صل عليه، تقرب منه تحبب إليه، يعني من خلال الأشعار من خلال العبارات من خلال الآيات، هذه الكتابات الجميلة التي نشاهدها. أكيد. الآن نحن أيضا أخذنا بداية لوحة بدأت فيها: محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. هذا ديواني جلي، الأعلى ديواني جلي، والأسفل هون ديواني لحتمم أنا هذه الكتابة طبعا بخط الديواني. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي.
طبعا هذا الشعر من القصيدة المحمدية، طبعا الكتابة هون أخذ تناسب مع المحمدية على قوس بهالشكل، خير من يمشي. على قدم. أيضا تشكيل. خيره. فهي بهذا الشكل يعني كلوحة يعني جميلة. أيضا يعني ممكن هي طبعا البوستات بهالشكل، يعني هي تصور بعدين تهدى من خلال العبارات إن كان على الواتساب أو على مواقع التواصل، ويكتب العبارات الإضافية مع التعليقات وهذه الأشياء. نعم. نعم. فالخط يعني علاقة الخط في المولد علاقة وطيدة، ودائما تواصل الخطاط مع هذه المناسبة تواصل عظيم، حتى يعني مو مجرد فقط في المولد، دائما الخطاط يكتب العبارات الأشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن حتى الأشخاص يكون عندهم عبارات محببة بهذا اليوم طبعاً. المبارك يطلبوها من حضرتك وتتحول للوحات. أكيد أكيد، يعني في كثير من الأقارب الأصدقاء بيطلبوا مثلا عبارة معينة، ممكن تكتب لي هي العبارة أنا بدي عايد فيها إن كان في عيد المولد أو في الأعياد الثانية، والله أنا حابب إنه هي العبارة، فهو بياخذها وبيصير بيتواصل مع الناس بيهديها للناس. لسه في العالم بتحب هاي الخطوط العربية، لسه العالم بتحب، في إقبال عليها عم بتشوف. والله الخط العربي له سحر خاص، أنا ما بحياتي ما وجدت شخص شاف الخط إلا حب الخط. يعني إن كان عربي ولا أعجم، حتى في يعني معارض نحن خارجين نشارك فيها، يعني يشاهدون الحرف العربي كتير يعجبون فيه، خاصة يعني بيكونوا هن عندهم زائقة فنية، بيكون معرض فني نحت تصوير ضوئي أو تصوير زيتي او يعني نعم. بهالشكل يعني بيتفاعلوا مع الخط نعم. وهذا الحرف الجميل. نعم. يعني بدنا نشكرك كثير، شكرا كثير لك، وينعاد عليك بالف خير وعلى كل احبابك. شكرا كثير، شكرا لك، وينعاد عليك بكل خير. لهون اليوم نكون وصلنا اكيد لنهايه حلقتنا، بنتمنى يكون هذا الشهر شهر مبارك خير وانفراجات على جميع الناس، كل عام وكل السوريين وين ما كانوا موجودين داخل سوريا أو حتى بالخارج بألف خير وصحة، وأكيد أتمنى لك نهارك كتير حلو. نهارك سعيد يا فرح، وأنا كمان بدي أتمنى لكم كل الخير لكل مشاهدينا. باي باي.